وبطريقة الصدفة وأنا متوجه إلى الفندق التقيت هذا الأخ مغربي لم أعرف، سولت على الاسم ديالو قال لي قبو الحسين، سي قبو الحسين. ومباشرة قلت له سألته هل جيت لتحضر مباراة المغرب اليوم ضد تنزانيا، فقال لي أنا هو أنا اللي جيت عبر أوتوستوب، جاء من المغرب إلى الكوت ديفوار إلى سان بيدرو بالأوتوستوب، وأنا دابا غندير معاه واحد الحوار باش نتعرفوا عليه أكثر. إذا قلت لي أخويا أنت الاسم الكريم قبو الحسين، مدينة تمارة، سن 57 سنة، تبارك الله. جيت من مدينة تمارة عبر الأوتوستوب حتى لهنا لسان بيدرو. غتقول لي الأهم المدن اللي دزتي عليها والبلدان دزتي؟ راه المهم بالنسبة لي دزت من المغرب طرقت بلا ما نذكر، كاين دزت لكادير، كادير كركارات، ومن كركارات ديريكت دخلتي لموريتانيا. موريتانيا ما دزت فيها بقيت غادي وبت فيها الليلة، والغد اللي صبحت في روسو في الحدود الموريتانية السينيغالية. سينيغالية. دخلت السينيغال، دوزت في السينيغال، دخلت لدكر. من بعد دوزت واحد 8 ايام في دكر، وعاد انطلقت مشيت لغينيا كوناكري، دوزت كوناكري واحد يومين. من بعد غينيا كوناكري دوزت لهنا، جيت دخلت لكوت ديفوار من زيري كوري ابيدجان. تبارك الله عليك، والله الا زعما ابيدجان دوزت غير واحد نص نهار في ابيدجان، جيت هنا سان بيدرو باش نسان دوار. شحال المده دابا؟ امتى انطلقتي من المغرب؟ انطلقت نهار 23 شهر ديسمبر، ودخلت هنا لسان بيدرو نهار 10 شحال تقريبا؟ ولكن جلست 8 ايام في السنغال تقريبا، اللي حسبنا كل شيء 17 يوم، ولكن تقيد حي 8 ايام ديال السنغال، دونك استغرقت. واش لقيتي شي سهولات في التنقل؟ كاين الحزوق، كاين صعوبات، كاين مشاكل، كاين بياس. تقدر تقول لي اهم مشكل اللي لقيتي في هذه السفريه ديالك؟ المشكل ديالي هو هو شويه بلا ما نذكره الحقيقه، لانه كانت هو سرقه في فندق في غينيا كوناكري، في كوناكري بالضبط في العاصمه، وهذا هو اللي اصعب سميتو. ولكن الحمد لله ما بغيتش نذكره كاع، لانه ربما ابتلاء، ربما باش نسميتو، ولكن الحمد لله جيت. ما تلاقيتيش مع شي عصابات؟ لا بالنسبه للعصابات ما كاينش، بالنسبه للطريق زعما ما كاينش شي صعوبه كبيره. كاين الخوف. واش ناهي ولا بدا؟ والدوله اللي عجبتك مزيان فهاد شويه السينيغال وكوت ديفوار. السينيغال سان بيدرو زوينه بزاف، والسينيغال كاين ميتشاب كتخرج. واش غنقول لك شحال خسرتي الفلوس دابا تقريبا في الى حيدنا داك الشيء اللي تسرق؟ ماشي بزاف، ماشي بزاف، ماشي بزاف. مكيس على راسك زعما؟ بالنسبه كاين الكبير الى سميتو لاصوم اللي كانت كبيره، هي قطعت في هي بالنسبه للفيزا ديال موريتانيا 500 درهم، وما وصلت حتى لدكار خسرت 200 درهم. 200 درهم من الدار حتى لدكار خسرت 200 درهم. كتاكل مزيان ياسر اخويا العزاز، يا جيت انت ندير معك واحد ندير معك واحد اللي نقربوك للمغاربه. فرصة سعيدة هذه، نكمل مع الأخ. إذا الحمد لله الصحة ديالك بخير، الحمد لله كل شيء مزيان، عندك تيكي ديال العشية باش تدخل؟ لا مازال ما خديتوش، ولكن كاين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تيكي غيكون إن شاء الله، كاين عند واحد السيد إن شاء الله. وإلا شتينا تما في الدخول اتصل بينا، ربما نعاونوك. شوف شي في هاد الطريق إلا مشيتي من هنا راه في الراس على اليسر كاين اوتيل فين كاينين المغاربه، وهذا سان بيدرو هنا فين كاين المنتخب الوطني، ورا هذا الحاجز هنا كاين الفريق الوطني المغربي ماروكان. اهيه فين كاين الاخوان ديالنا، انا ما جالسش معاهم لانني جالس في واحد الاوتيل خاص لهذا الجهه. اذا الحمد لله الصحه مزيان، الحمد لله الشكر، كل شيء مزيان، كل شيء بخير. تلاقينا مع مغاربه، ريحنا معاهم، كاين مقهى مغربي كنجتمعوا فيه كنكسوا فيه، والحمد لله. وتنشكروا صاحب الجلاله على القيمه اللي عطينا في هذه افريقيا، ولولا ما كنا كبار في هذه افريقيا. وشوف ولا بدا ما نتلاقاو دابا، واخذنا داركنا الوقت نتلاقاو. اجي بسلام.
ننتقلوا للاخ. الاخ انا ما عرفتش الاسم ديالو، غادي يقدم لنا الاسم ديالو. واخيلا شفتك في لي فيديو، انت اللي جيتي من سيدي قاسم. اياه راك مشوف. اي قول لي انت خرجتي من سيدي قاسم، اعطينا الاسم ديالك بعدا بلاتي نتسناو هذا الشيء تلقائي. وتبارك الله عليك استاذ انت. اذا نتلاقاو ضروري ان شاء الله. الله يسلمك الله يجازيك بخير. غادي ندير اللايف لاكوب ان شاء الله المغرب مع الصحافه. انت ما كتشوفوها وغادي معنا. سي الله يحفظك، ذكرني بالاسم. معك عبد الرحيم من مدينه سيدي قاسم. بين لي هادو بجوج عند انفا بريس راه ديالنا وعقادي نيوز. جبت لك الصك ديالك انا دايره.